السلام عليكم. الناس في شهر رمضان أنواع، ولو أنت من النوع اللي حنحكوا عليه اليوم فلازم تعرف إن اللي تدير فيه مش عادي. شاب مثلا طول النهار شاد صيامه صح وأموره كويسة، وفي الليل خاربها، معاكسات، تدخين، كلام بذيء، وتحكي معاه يقولك يا راجل الصيام وصمنا وعادي بعد العشاء افعل ما تشاء يا برو. لا لا مش عادي يا برو مش عادي. ولا بنت تلقاها نفس الشيء، في نهار الصيام ماشي أموره كويسة، وفي الليل مسلسلات على غيبة، نميمة، إدمان أسواق، علاقات محرمة، وتظن انها خلاص مدام صامت النهار فعادي في الليل الواحد يرفه عن نفسه شوي. للأسف كلاهما غلط، الشاب والبنت، لأنهم فاهمين إن الحرام يكون حرام في نهار الصيام بس، لكن بمجرد ما تفطر اعصي ربي زي ما تبي. لا 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 مش عادي يا أخوي الحبيب وأختي الفاضلة، بعد العشاء وقبل العشاء افعل ما تشاء مدام حلال، أما الحرام خليك بعيد عليه في كل وقت. كذلك يا بنات، الغيبة والعلاقات والمسلسلات والحرام بأنواعه مش ترفيه عن النفس، الترفيه عادي لما يكون بشيء مباح. يا شباب، رمضان شهر عظيم كله بنهاره وليله، كلنا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن قول لي من قام القيام متى وقته؟ ما هو في الليل بعد العشاء وقبل الفجر. كذلك اسمع بالله هالحديث الصحيح العظيم اللي ما يعرفوش كثير من الناس، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. خلاص مش وقت شياطين، أبواب النار مغلقة، أبواب الجنة مفتوحة، يعني فرصتي أنا وأنت وأنت إن اسمنا يكتب من أهل الجنة وندخل من هالأبواب المفتوحة بإذن الله. واسمع بالله بقية الحديث، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. اسمع اسمع نهاية الحديث، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، يعني في كل ليلة من رمضان، ليلة من رمضان في ناس ربي يختارهم ويكتبهم من العتقاء من النار. عارف شو معنى عتقاء من النار؟ يعني لا تمسهم النار، للجنة على طول، اللهم اجعلنا منهم يا رب. معنى الكلام في الختام يا شباب ان في ليالي رمضان، في الوقت اللي هذاك الشاب قاعد بعد العشاء يفعل ما يشاء من المحرمات والخمر والعفن، وهذيك البنت قاعدة ترفه عن نفسها بالقرمة والمسلسلات، في نفس الوقت فيه شباب وبنات قاعدين يقيموا في الليل ويذكروا في ربي لتغفر لهم ذنوبهم ويكتبوا من عتقاء الله من النار. فمن أي الفريقين تحب أن تكون؟ اختر لنفسك. السلام عليكم.